النهارده حلقه مهمه جدا لتتبيلات اللحوم. لو تفتكروا عملنا الاسبوع اللي فات تتبيلات الفراخ وجالي على فكره تطبيقات كتيره جدا عليهم، ان شاء الله هنعرضها خلال الاسبوع الجاي. سهله وبسيطه وتجديد شويه عن اللي احنا متعودين عليه في العادي، يعني دايما مش هنقول يوميا طبعا، بنعمل لو حتى مره في الاسبوع عايزين نجدد، يعني ما يبقاش هو التقليدي هي التتبيله اللي انا متعوده عليها. لا، هنعمل ثلاث تتبيلات او ثلاث اصناف من اللحوم سهلين جدا، ما فيهمش اي حاجه تقدري تخزنيهم لرمضان. طيب تعالوا نسمي بسم الله ونشوف اول حاجه معايا النهارده، وهي تتبيله شاورما اللحم. تتبيلتها اسهل من السهول، بسيطه جدا. اهم حاجه او اهم مكون فيها هو الخل عشان يطري الانسجه بتاعت اللحمه. طبعا يفضل لو لقيتي قطعيه تكون بتلو، يعني اللحمه تكون بتلو عشان ما تاخدش وقت خالص في السوى. طيب تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا بتاعت الشاورما. معايا نص كيلو من اللحمه متقطعه بالتقطيع اللي انتم شايفينها دي، تكون شرايح كده بالطول عشان تستوي معايا ما تاخدش وقت خالص. معايا بقى ربع كوبايه من الخل، وده ضروري. نص كيلو اللحمه القطع ايا كان بقى هي نوعها ايه، مجمده طازه اي لحمه عندي لازم ربع كوبايه الخل. تمام كده، عندي ربع كوبايه من الزيت، اي زيت عندك، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد شمس، يعني المتاح اشتغلي بيه. معايا معلقه صغيره من المستردة زي ما انتم شايفين كده، عندك حبوب الخردل ممكن برضو تطحنيها وتحطيها معاها هتبقى روعه. وعندي رشة قرفة بسيطة بتدي طعم حلو قوي، وعندي بصل باودر وثوم باودر، بهارات من اللحمة، ملح وفلفل اسود طبعا، وكل البهارات المستخدمة عندي النهاردة هي من عطارة اونلاين. البهارات بتاعتهم روعة، ريحتها حلوة جدا، هتظبط فعليا الاكل معاكي. اسعارهم، ودي برضو نحط تحتيها 1000 خط في متناول اي ايد، يعني اسعارهم مش غالية خالص قصاد الجودة العالية. طيب دي تتبيلة شاورما اللحمة. تعال نشوف بقى تتبيلة المشويات. هتشوي لحمة قطع، هتشوي شرايح، هتشوي ريش، تقدري كمان تعمليها الفراخ، اي حاجة هتتشوي عندك التتبيلة دي ما تغيرهاش. طعم وريحة مش هتغطي على طعم اللحمة ايا كان نوعها ايه، هتديكي في الاخر لون وشكل اكتر من روعه. طيب مقادير تتبيله المشويات واحفظوها وصوروا برده، تبعي اهو واخد المقادير معانا على الشاشه عشان تقدروا تصوروها. معايا ثلاث شرايح لحمه، طبعا الكميه دي اختياري، انت لو هتعملي رمضان هتجيبي مثلا اللحمه بتاعت الشهر او اللحمه على حسب ما انت بتجيبي، وهتبتدي تتبليها وتشيليها في الفريزر. بفضل لو انا هشيلها مده ما احطش الملح، ما سيبش الملح في التتبيله لو هدخلها الفريزر، يعني ما بفضلش، بس ممكن لو انت حابه خلاص تاني بالله واشتغل. معايا ثلاث شرايح من اللحمه انتركوت، ومعايا ميه بصل، يعني حوالي بصلايه كبيره عصرت الميه بتاعتها كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهي، بصفيها ببشرها وبعصرها وبصفيها. معايا كمان طماطم مبشوره اهي، مش عايزه اللي هو القشره بتاعه الطماطم مش عايزاها خالص عشان ما تتحرقش معايا اثناء الشوي. معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الصويا صوص، ما عنديش استغني عنهم خالص، معلقه صغيره عسل ابيض، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. دي كده تتبيله الشوي، هتطلع معاكي كباب زي الحاتي بالظبط. اخر حاجه بقى، ودي يعني البيج بوس زي ما بنقول في اي عزومه وخصوصا في اول يوم رمضان دايما بنعملها، اللي هي كفته الحاتي. كفته الحاتي مقاديرها بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بتعتمد على ان اللحمه تكون فيها دسم بنسبه 20%، ما يكونش اكتر من كده. لو اللحمه بتاعتك حمرا زودي عليها حته سمنه بلدي، او زودي عليها اللي هي ضاني مفرومه، هتبقى برده لطيفه جدا وتديكي الطعم الحلو. طيب يبقى قلنا عندي الكفته الحياتي نص كيلو لحمه مفرومه نسبه دهون 20%، معايا طفل بصلايه، البصلايه اللي احنا خدنا منها الميه صفناها، خدنا منها الطفل بتاعها اهو، يعني دي صفينا منها الميه دي اهي، نجيبها لكم دي كده اهي، دي الميه بتاعتها. تمام كده، عندي ربع كوبايه برغل، هوريكم برده شكله اهو عشان في ناس بتقول يا توتا هو البرغل ده هو الفريك، لا البرغل ده قدامكم موجود اللي بيتعمل بيه الكوبيبه. تمام اهو زي ما انتم شايفين، مغسول ومنقوع في شويه ميه دافيه لمده تلت ساعه لربع ساعه، هتبقى